اهلا بيكم من جديد مع الطبيب. دايما بنحاول نسعى ان احنا نتكلم في الحاجات اللي الناس محتاره فيها، يعني انا دايما بحب اتكلم في المواضيع ان شويه فيها لخبطه، فيها حيره، فيها ناس تايهه. وحبيت النهارده فقرتنا تكون عن الحقن المجهري. كتير قوي من السيدات بيبقى اخر امل ليهم هي عمليه الحقن المجهري. في ناس كمان يا جماعه بتكون يعني مش بس تعبانه نفسيا، لا، هي عندها مشاكل ماديه، فكون ان هي تكون المبلغ وتروح تعمل الحقن المجهري تبقى يعني دي بالنسبه لها نقطه امل مستنياها. تخيلوا بقى لو الحقن المجهري مش معمول عند دكتور شاطر، او دكتور هو عارف هو بيعمل ايه بمعنى اصح، او بيعمل كل حاجه صح بحيث ان هو يكون عمل اللي عليه قدام ربنا، ونسبه النجاح دي بقى بتاعت ربنا ده بالتاكيد، ولكن في علم وفي طب وفي مقاييس معينه هو بيمشي عليها عشان يوصل لاعلى نسبه نجاح. مين بقى يقدر يعمل كده؟ ده اللي هنعرفه النهارده من ضيف فقرتنا اللي محقق نجاح كبير جدا في عمليات الحقن المجهري. نسمع عنه كل خير بامانه. في ناس بتبقى يعني مستنيه طفل بقالها 10 سنين 8 سنين، في ناس 11 سنه، في ناس مره واحده توأم ربنا بيعوضها الحمد لله، وهو سبب طبعا على ايديه لان هو دقيق جدا وبيهتم بكل نقطه ممكن توصل لنسبه نجاح في الحقن المجهري. ايه رايكم نعرف الاسرار دي النهارده؟ على الاقل يبقى انا عندي معلومات عشان ابقى عارفه انا رايحه فين وعند مين. خليني ارحب بوجوده معانا استاذ دكتور محمد فرج الشربيني، صاحب حمله استعيدي ثقتك بنفسك، استاذ امراض النساء والتوليد بكليه الطب، دكتوراه امراض النساء والتوليد والعقم، حاصل على الدبلومه الامريكيه في التجميل النسائي، عضو مشارك بالكليه الملكيه لاطباء النساء والتوليد بانجلترا، رئيس لجنه الصحه بحزب المؤتمر بالقليوبيه، استشاري الحقن المجهري والتجميل النسائي. انا برحب بيك يا دكتور ومنورنا. اهلا بحضرتك. عامل ايه؟ الحمد لله. بتوحشنا بجد. ومن الفقره اللي فاتت الناس بقى يعني ايه بتبعت لي، طب معلش اسال لنا الدكتور في الحقن المجهري، طب اسئله كتير، فاحنا هناخد بقى ايه موضوع موضوع كل فقره. تمام. الحقن المجهري عشان اضمن نسبه نجاحه، عايزين نتكلم كده ايه اللي بيحصل وبعدين نتكلم في نقطه نقطه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا بالنسبه للحقن المجهري الدور اللي هو على السيده ايه؟ هي طبعا السيده ملهاش علاقه ان هي تعرف جوه المعمل بيتعمل ايه؟ بيتسحب البويضات ازاي؟ بتتقشر ازاي؟ بيتعمل ليزر ولا لا؟ نوع الحضانات ايه؟ الكلام ده كله مش هيفرق مع السيده في الشغل وفي اتجاه الحقن المجهري. انما السيده اللي داخله تعمل حقن مجهري عليها حاجات مهمه جدا جدا قد تؤدي الى فشل الحقن المجهري، فدي اللي لازم السيده تاخد بالها منها كويس قبل ما بنعمل اي حاجه. اول حاجه طبعا عندنا بالنسبه الوزن بتاع السيده، يعني السيدات اللي عندهم سمنه مفرطه دول هيخش يعملوا الحقن المجهري عندهم نسبه فشل حوالي 50%. 50%؟ هي تقدر ان هي لو هتصبر شهرين ثلاثه اربعه وزنها ينزل الوزن المثالي هتزود نسبه نجاح جامد عندها، يبقى ما تستعجلش وتخش تعمل حقن مجهري لما الوزن يبقى مظبوط. الوزن اللي احنا بنحسبه في حاجه اسمها مؤشر كتله الجسم، ان احنا بنجيب الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر ونحسبها. الطبيعي بالنسبه اللي هو الوزن المثالي من 18 لغايه 25، المعادله بتطلع كده، وزن بالكيلو على مربع الطول بالمتر. حلو. طلعت من 18 ل 25 يبقى دي نسبه نجاح حلوه، لغايه 30 مقبوله مش مشكله، لكن اكتر من كده يبقى احنا دخلنا في ان احنا بنؤدي لفشل الحقن المجهري، وده في ايد السيده. فبنقول للسيده اول حاجه بالنسبه للوزن نحافظ عليه ان احنا نخش بوزن كويس. تاني حاجه بالنسبه للتدخين، بعض السيدات المدخنات التدخين ده من الحاجات اللي هي بتؤثر سلبا في نتائج الحقن المجهري. غير كده ان السيده ممكن تكون مش بتدخن بس زوجها بيدخن، قاعده في مكتب كلهم مدخنين، فبالتالي بقى عندها تدخين سلبي، ده يؤثر ويعمل فشل في الحقن المجهري. فبالتالي دي حاجات لازم السيده بتاخد بالها منها كويس بالنسبه للتدخين. برضه بالنسبه للكافيين، الحاجات السيدات اللي هم بيشربوا قهوه كتير، نسكافيه، كابتشينو، الحاجات اللي عليها كافيين عالي ديت، كافيين ده واحد من اسباب فشل الحقن المجهري. دي برضه في ايد السيده انها توقف كافيين خالص قبلها بفتره كافيه عشان لما نيجي نعمل حقن مجهري ما ياثرش معانا. احنا بنتكلم على العوامل اللي هي السيده تقدر تتحكم فيها. بعد كده برضه عندنا الضغط النفسي والاكتئاب والقلق والتوتر، دي من العوامل اللي هي بتؤدي لفشل الحقن المجهري. عشان كده بقول للسيدات لازم تاخدي بالك اعصابك تبقى هاديه شويه. في بعض سيداتنا نعمل لهم حقن مجهري وعندنا اجنه حلوه جدا، قبل ما نقلها لا السيده دي متوتره جدا جدا، لا نقول لها هنجمد وتريحي بقى خالص، تهدي لك شهر او اتنين على ما اعصابك تهدى عشان لما ننقل يحصل ثبات للاجنه. والله قبل ما اكمل كلامك انا عايزه احييك عشان حاجه معينه. اتفضلي. اللي انت مش بتسرق المريض وبتخطفه، مش قصدي سرقه في الفلوس، يعني بتسرقه.
يعني تعالى هعمل لك بالظبط. لا هو ده لو بص طبعا. بقى انت ايه، لا انت حتى متوتره نفسيا، مش استني بقى، لا احنا هناخده وقعدي اسبوع، اللي هو برضو ايه هتعملها العمليه برضو بسرعه. لا ما لا هو لا. دي عمليه مرتاح بمعنى اصح. لا وظيفتنا كاساتذه جامعه ان احنا بننبه برضو الدكاتره. ايوه استاذ الجامعه لازم يبقى كل خطوه مدروسه ومحسوبه عنده، لان ده اسمه بجد. بالظبط. يعني احنا بنشوف ساعات كتير بعض الامراض، لاسي هنا عندها سكر مثلا، يظبطوا السكر اسبوعين ثلاثه شهر، يخش يعملوا حقن المجهري، يحصل فشل في الحقن المجهري برضو. انما السكر لازم على الاقل يتظبط ثلاث شهور قبلها، بحيث يبقى السكر التراكمي في الدم مظبوط، بحيث ما نيجي نعمل حقن مجهري يجيب نتيجه كويسه. بعض السيدات عندهم مشاكل في الغده الدرقيه، برضو دي مشكله لازم تصلح قبلها وتقعد فتره مظبوطه عشان نقدر توصل لغايه ست شهور. في بعض السيدات عندهم امراض في المناعه زي الذئبه الحمراء، زي الروماتويد، الحاجات دي لازم تظبط على الاقل ست شهور. فاحنا زي ما حضرتك قلتي، العيان بيجي لازم يبقى العيان مظبوط كويس الاول. ودي كلها عوامل تؤدي للفشل لازم نتجنبها، ودي حاجات في ايد المريض برضو، حكايه الوزن، حكايه التدخين، حكايه الكافيين، الحاجات دي كلها نقدر ان احنا نتغلب عليها. ودي العيانه لازم تاخد حريصه جدا جدا ان هي تزود نسبه نجاح. زي ما حضرتك قلتي بيلموا فلوس، بيصرفوا وبيكلفوا، غير الضغط النفسي والقلق لما يحصل فشل. عشان كده حضرتك ناجح يا دكتور، وعشان كده الناس كلها بتبتدي. يعني ما هو انا لو عملت حاجه كويسه، حتى لو حاجه يعني بسيطه او عمليه او كشفت كشف كنت محتاره تعبانه ولقيت دكتور كويس، اكيد انا هقول لكل اللي انا عارفه. مش كده اسمك الفتره دي بينتشر؟ ما هو ده ليه؟ عشان نسبه نجاح الحقن المجهري مع حضرتك يعني عاليه جدا. الحمد لله رب العالمين. دي امانه منك كمان.